ولكن باش وانا قلتها قبيله باش نواجهوا هاد الديناصورات، ماشي باش نقلعوا لهم ديالهم، باش هاد الاجير يدي حقه انه تكون في الجانب الاخر، اننا عندنا نقابة قوية، عندنا مندوبي الأجراء فاهمين القانون فاهمين المصالح ديالهم، عندنا الممثل النقابي اللي كيجهلوه بزاف حتى هو يكون عارف اشنو الدور ديالو، لان القوانين ديالنا راه ملي كتجي تشوف في غالبها في الاعم اللي كتجي كتشوف راه كتلقى تقريبا قوانين مزيانه مع خاصه واحد شويه تتمم، ولكن راه تولبي الحد الادنى، ولكن ملي كنجيو المشكل في التطبيق بعض المرات لان الناس تجهل. دابا كتلقى واحد مثلا كيقول ليه الباترون ضربتي الكاميو ولا الكارت خلص، مشى لي تسرق لك السكور تخلص، تسرق لك المازوت تخلصوا، تهرس لك بار بريز تخلصوا، راه الخلاص ما كاينش في مدونه الشغل، ما فيهاش شي حاجه اللي كتسمى ان الاجير خصو يخلص. الاجير ملي كيدير شي يوقع عليه شي مشكل مثلا في ادوات العمل اللي منها الكاميه ولا كار ولا ديك الامور اللي وضعها الباترون تحت التصرف ديال هذاك الاجير، خاصنا نهضروا على الاجير بصفه عامه، كيعطيه واحد الامور لان الاجير خاصو باش يخدم، خاصو ما كاينش شي اجير اللي كيمشي يوقف قدام الباترون ولا عايشو فيه، راه دائم راه ضروري اما لا كيخدم عبد البالا والفاس راه غيعطيه فاس وبالا، كيخدم شيفور راه خاصه واحد العربه كار ولا كاميو ولا طوموبيل ولا شي حاجه اللي غيصوب، كان يجير خاصو سلوم، مهم ادوات العمل، لان ادوات العمل وملابس العمل خاص الباترون يوفرها للاجير، راه ما كاينش واحد اللي غايقول لك جي تخدم معايا وجيب كاميو، راه ما كاينش، مهم كاميو اللي غنخدموا فيه راه ديال الباترون كذا. ملي كيوقع فيها شي مشكل يصيبوها عطب ما ولا تلف ما، الباترون شنو اللي من حقه هو يجي ويشوف واش هاد العطب ولا هاد المشكل اللي وقع واش بسبب الاهمال، وخاصو يثبت الاهمال ويرتب عليه داكشي اللي كيعطيه القانون. اما الاقتطاع راه ما كاينش، واش واحد كار وقع فيه مشكل وخاصو مثلا واحد 20000 30000 درهم 10000 درهم 100000 درهم، واش وكيقول لك لا غنبقى نقطع عليه 4 سنين، واش هذا الاجير خاصو يخلص الباترون ولا اجير يخلص 2 مليون و3 و5000 درهم و6000 درهم للباترون يقطع عليه وراه ولا شارك معاه في المقابل الاخر، باش الباترون بحال هذه الامور ما يطيحش فيها خاصو يدير واحد التامين للعربه ديالو.